تغلب فريق القوة الجوية على فريق العهد اللبناني بثلاثة أهداف لهدف واحد في المباراة التي جرت بينهما على ملعب كربلاء الدولي بذهاب نصف نهائي بطولة كأس الاتحاد الآسيوي بكرة القدم. تقدم الصقور عن طريق اللاعب أمجد راضي في الدقيقة 5 وسجل الهدف الثاني حمادي أحمد في الدقيقة 82 وسجل صالح سدير الهدف الثالث في الدقيقة 85 من ضربة جزاء، فيما سجل هدف العهد الوحيد اللاعب محمد جلال في الدقيقة 90.